اللي هو علي الغاوي، والله
المباراه ليست سهله للفريقين، لان يا جماعه الخاسر في هذه المباراه راح يودع، وحنا ما ودنا احد يودع، ودنا الكل يكونون في دور ال 16 مرتبه موجوده. ما فيها شيء، 3-2 لمسه فرص رباح، كوره هي الصومالي، الصومالي لا بعيد يا خالد، بعيد يا خالد الصومالي، مدربين الفريقين، اداريين، جمهور الفريقين، اهلين تحياتهم ودعواتهم بان فريقهم يكون في دور 16. كره ملعوبه حلوه، من اللي هو عبد الله لعب التونسي الكره، ولكن تفاهم غير جيد بين التونسي والاحتلال. الكره الاخيره ركله جانبيه، النادي البحر لعب في الصد بالراس، يا سلام تثبيته جميله قبل ما يلعبها بالراس عبد الله الايتامي، يا سلام برافو بسويا، هذا الفنان هذا الكل هذا الكل من الكل في فريق احمد بسويا، من اللاعبين الجيدين اللي شاهدناهم طبعا في مبارياتهم السابقه، ما شاء الله لاعب يمتلك الكثير من الامكانيات معهم. بسويا عيتاني كل مهاره، لكن انتبهوا من خطا، انتبهوا من خطا قد يكلم الكثير. طبعا الذي سيتاهل مع الغربة سيقابل الزاوية للاستثمار الصناعي في دور 16، أكيد هناك أعين تترقب من الزاوية للاستثمار الصناعي، سيقابلون من هذا داعش ما يعرف أقاربكم السعودية، يا سلام يا فارس، لكن هناك تغطية موجودة، والله إلى الآن نشاهد اللقاء، لقاء الآن الفريقين مهدين الرتم، والله ممكن الشبيحة يقول لك أخطب هدف وخلاص، وأجلس على هذا الهدف، أقاربكم تدرك بأن فرصتين التعادل والفوز، يعني أغلبيتهم اللي يفكر تفكير التعادل أو الفوز في فرصتين تكون أمور صعبة، هنا الكرة الروح والله كان الخطأ فادح، ولكن الكرة على طول تتخلص من المدافع اللي هو علي حسن، والله وش بتسوي يا أبو حسن؟ كرة لفارس، وأنت لفارس تروح تسويها وتسديدة، لكن بعيدة جدا من أحمد تسديدة لاعب يا سلطان احمد، لاعب شركه اراكو، الكره انطلقت اراكو عند ابو حسن لعبها طويله، اليوم هو يوم الشباك، ولا يوم اراكو الصومالي يرجعها الى الخلف مفتوحه، يا سلام يا نادر، وانت قد تكون نادر اليوم، لكن الحمد لله تونسي ان شاء الله، والله اليوم اللي يشوف مدافعين اراكو ومدافعين اللي هو ابناء الشباك، ما شاء الله يمتلكون قوة جسمانية هائلة، لذلك اليوم في الهدف الصح هنا من ابو حسن الى الحارس، حارس الارض بسوية الى فارس الرباح، يتقدم سريع فارس يحاول فيها، لكن التغطية موجودة من اللاعب اللي هو محمد السعيد الحاي، هذا محمد المسعيد اللي طلع لاعب رقم اربعة اللي يلعب بالمصروف ابناء الشباك، اليوم افراح مين؟ افراح مين؟ افراح مين؟ وهزيه مين؟ يا سلام يا فارس، الصومالي مغلوب يديها، مر يا سلام، لكن ما كبر، لكن ما كبر، وكان لهم الدور، هذا ابو نادر، فهد، يعني ما شاء الله، تم لعيبه عندك الصومالي، رباح السودان، تونسي العيداني، وبالجهه الثانيه ابو سعيد الحالي، وفهد النادر، وايضا عندنا عزيز عثمان، ومنصور، في لقاء والله كبر. لقاء قمة، لكن وين الهدف من رئيس هذه القمة؟ فارس الرباح يرجع لحارس المرمى يا علي، يساو تونسي، عبد الإله نفسه حلو يا عبد الإله، غياء الصومالي هذا مخلوق، الله يا خالد، حلو يا صومالي، لاعب جميل ولاعب أداء أكثر من روعة، تشاهدون فوق، يعني في هذا الوقت إلى الآن الغرفة الشرقية بسبع نقاط وأراضهم بخمس في حال استمرار هذه النتيجة، لكن العلم عند الله والعلم عند الله، لكن إلى الآن أرامكو في دور 16، لكن الدقائق القادمة ستعمل عن من يا جماعة كرة القدم، أفضل في حال استمرار صمود دائم الأمر اللي هو على ما أعتقد اللاعب رقم واحد محمد عبد العزيز خالد الصومالي، لاعب المهاري، لاعب الكابتن ياسر سلام، حلوة يا خالد، وأروع أيضا من نادر فهد، ما شاء الله هذا فهد اشوف والله سوى الكثير اليوم، الحالي تونسي هي العيداني عبد الله، خالد او فارس بينيه خذوها فارس، يا سلام يا فارس.
الشوارع